الله أوقاتكم أعزائي الطلبة، معكم الطالبة حنين البدوي من ثانوية الشهيدة لولا دغلاوي بإشراف المديرة فاضية فضول والمعلمة فدوى البرح، ومعي زميلاتي سارة أبو نطا، سارة أمية، جودي قيرو، إنسان صبري، لين الحطاب. نحن معكم اليوم من هذه المنصة التربوية في درس من دروس علم الأحياء علم وظائف الأعضاء قسم العضلات. درسنا لليوم بعنوان العضلات. سأعرض الآن عليكم مقطع فيديو. أصدقائي، بعد أن رأينا هذا الفيديو سأسألكم سؤال، كيف كان الأطفال يحركوا أجسامهم؟ سارة، بفضل العضلات. أحسنتي، هل العضلات هي التي تحرك العظام أم العظام هي التي تحرك العضلات؟ إنسان، العضلات هي التي تحرك العظام. أحسنتي. الآن سنتعرف كيف العضلات هي التي تحرك العظام عن طريق آلية التقلص العضلي. الآن يوجد لدينا عظم العضد، وهنا يوجد لدينا عظم الساعد، وبالقرب من عظم العضد يوجد العضلة العضدية الأمامية، ومن الخلف يوجد العضلة العضدية الخلفية. الآن أصدقائي، عند تقلص العضلة العضدية الأمامية ثنائية الرؤوس ماذا ينتج؟ جودي، انسناء الساعد نحو الأمام. أحسنتي، وماذا ينتج عن تقلص العضلة العضدية الخلفية ثنائية الرؤوس؟ سارة، بسط الساعد. أحسنتي، ستكمل لنا الآن صديقتنا سارة. هلأ حنأخذ بنية العضلات المخططة الإرادية. مين بتعطيني أمثلة على العضلات المخططة؟ تفضلي. عن عضلات العضد، الساعد، الفخذ والساق. هلأ حنأخذ مكوناته ونستنتجه بعد مشاهدة هذا الفيديو. نلاحظ أول شيء هون عنا عضلة العضد اللي هي عضلة هيكلية مثل ما أخذنا إن هي إرادية. أما هلا حنفوت لقلب العضلة مشان نعرف شو يا ترى مكوناتها وبنية العضلة. نلاحظ عندنا العضله هلا بنلاحظ انه في عندنا عم تنحط العضله بغمض عضلي وبقلب المقطع العرضي في عندنا تجمعات من الياف عضليه تسمى حزم الالياف العضليه تحتوي على الياف عضليه. بنلاحظ هون نحن الحزمه هون في عندنا نحن الليف العضلي عم يتوضع هون بشكل متطاول شكله متطاول بقلب الليف العضلي في عنا عدد كبير من الليفات العضلية مثل ما احنا هلا شايفينهم عنا بالشكل هون حابينه اكثر شوفوا هون في عنا عدد كبير من الليفات العضلية. هلا الوحدة الأساسية للليف العضلي هي القطعة العضلية. القطعة العضلية طبعا مثل هلا احنا ملاحظين تحتوي على تراكيب بروتينية ثخينة هي خيوط الميوزين وتراكيب بروتينية رفيعة هي خيوط الأكتين مثل ما ملاحظين عنا هون بالشكل كمان في تداخلات بينها. وفي آخر كل قطعة عضلية يوجد لدينا هون مثل ما ملاحظين عنا بالشكل الغشاء زيت. عند حدوث التقلص مثل ما ملاحظين نحن هون عنا بتقارب الطين الزيت مثل ما ملاحظين هون عنا خيوط الميوزين طبعا الزيئات طويلة لها رأس كروي مضاعف مثل ما ملاحظين هون عنا بالشكل رأسها عم بيكون كروي مزدوج. اثناء التقلص مثل ما ملاحظين شو عم بيصير بخيوط زيت؟ تقارب تمام. واثناء الاسترخاء عم تتبعد هون طبعا عندنا اللي باللون الاحمر هن الخيوط الاكتين واللي بالنهدي هن خيوط الميوزين طبعا ملاحظ انه هون عم بيصير راسهم كروي.
ومنطقة الاتصال بين الرئة والذات قابلة للانتناء، هذا الشيء حيفيدنا بعملية التقلص العضلي. إذا هلا استنتجنا إنه بنية العضلات المخططة مش هاليان. مثل ملاحظين هون إحنا أخذنا مقطع، إحنا هون أخذين مقطع عرضي من عضلة. بناء على هذه الصورة مين بتستنتج شو هن يا ترى مكونات العضلة؟ مين؟ عنا هون أول شيء حزم ألياف عضلية، بقلب هاي الحزم الألياف العضلية عنا ألياف عضلية، وقلب كل ليف عضلي عم يكون في ليفات عضلية. هلأ بقلب الليفات العضلية في عنا مناطق نيرة تسمى الأقراص النيرة، ومناطق عاتمة تسمى الأقراص العاتمة، وهدول الأقراص هن اللي أعطونا الشكل المخطط زي ما إحنا سمينا العضلات الإرادية بالعضلات المخططة، وذلك بسبب وجود الأقراص النيرة والأقراص العاتمة. أما بالنسبة لمكونات الليف العضلي أو الخلية العضلية، من خلال الصورة اللي شاهدناها بالشريحة اللي قبلها، مين بتقولي شو كان شكل الليف العضلي؟ حنين؟ شكلها مخططة متطاولة؟ شكلها متطاول، ولكن عندما نضعها تحت المجهر فهي تبدو كأنها تتوضع بشكل مخطط، تمام؟ هلا مكونات الخلية العضلية، مكوناتها مثل مكونات أي خلية. شو المكونات الأساسية لأي خلية نحن بنعرف؟ إنسان، الغشاء الهيولي، الهيولة والنواة، الهيولة والنواة، ولكن هم بالإضافة للليفات العضلية واللي هي بتحوي على أقراص عاتمة وأقراص نيرة. تمام أحسن دي. هلأ إنا إنه الألياف العضلية أو الخلايا العضلية كيف عم تتوضع عنا بقلب العضلة؟ سارة؟ بشكل مخطط، بشكل متطاول. تمام، وبتتوضع عنا، نحن أخذنا إنه هي بتتوضع على شكل حزم من الألياف العضلية، تمام؟ لأنه نحن الحزمة أخذنا إنها تجمعات من الألياف العضلية، تجمع من الألياف العضلية. مثل ما ملاحظين هون كمان في عنا نحن أخذنا أن الليف العضلي يحتوي على عدد كبير من القطع العضلية، وكل قطعة عضلية عبارة عن مكونة من مناطق عاتمة ومناطق نيرة. هلأ الأقراص العاتمة تحتوي على خيوط تخينة بروتينية تسمى خيوط الميوزين. شو مين بتقلي شو استنتجنا من خلال الشكل السابق اللي شفناه بالفيديو؟ شو كان شكل خيوط الميوزين؟ كيف بيميز جزيئاتها لها ذيل طويل ورأس كروي مضاعف. أما بالنسبة للقرص النير فهو عبارة عن تداخلات بين الأكتين والميوزين، فيه نهايات الأكتين وخيوط الميوزين. هلا تمام، هذا القرص العاتم. أما بالنسبة للقرص النير فهو يحتوي على خيوط الأكتين فقط. خيوط الأكتين مثل ما شفنا هي عم تكون خيوط بروتينية كثير رفيعة، تمام؟ هون مثل ما أخذنا إنه الليف العضلي بقلبه في قطعة عضلية، القطعة العضلية فيها مناطق نيرة ومناطق عاتمة، بالمناطق النيرة فيها شو قلنا فيها جودي؟ نيرة الأكتين، والعاتمة فيها الميوزين والأكتين، أي نهاية الأكتين. هلا حنتابع الفرق التقلص العضلي مع الليف الثاني. والآن سنتعرف على آلية حدوث التقلص العضلي من خلال هذا الفيديو. يأتي كامل فعل عبر العصب المعصب لها، ونسمي منطقة اتصال نهاية العصب مع غشاء الليف العضلي والمشبك العصبي العضلي أو اللوحة المحركة. وتحتوي الألياف العضلية على عدد كبير من الليفات العضلية، ويتكون الليف العضلي من وحدات تسمى القصيمات العضلية أو الساركومير. يحتوي القصيم العضلي على خيوط سميكة الميوزين وخيوط رفيعة من الأكتين. طبعا هون نلاحظ القطع العضلية اللي هي بس جمعنا القطع العضلية عم تشكل لي ليفات عضلية. فعند حدوث التقلص خطازة سوف يتقاربان، وعند انبساط سوف يتباعدان كما شاهدنا هلا. طبعا تعرفنا بالفقرة السابقة ان هدول اسمهم خيوط الميوزين
هدول عنا خيوط الأكتين. وتنفصل القسيمات العضلية عن بعضها بواسطة مناطق تسمى الخطوط زيت. هنا نلاحظ أن انقباض العضل يحدث عندما تتقارب الخطوط زيت، وانبساطها يحدث عندما تتباعد الخطوط زيت. وبتفصيل أكثر بنية خيوط الموازين، نجد أنه يحتوي تراكيب تلعب جسور مستعرضة تتصلها. إذا بنلاحظ هلأ عنا هون الميوزين، خيوط البروتينية الميوزين وخيوط الأكتين. هلأ هون عنا جسور المستعرضة المتفرعة من خيط الميوزين، هترتبط عنا بالأكتين. مواضع تسمى مناطق الارتباط، وتنزلق خيوط الأكتين فوق خيوط الميوزين، وتلك الحركة تسبب انقباض العضلي، وتسمى هذه العملية بنظرية الخيوط المنزلقة. إذا الذي يسبب انقباض العضلة هو جسور المستعرضة المتفرعة من خيوط الميوزين التي تسحب خيوط الأكتين فوقها. هلا سؤال، هلا نحن أول شيء بالشبكة السيتوبلازمية متحرر الكالسيوم مرتبط مع التروفونين الموجود فوق عنا على خيوط الأكتين، كشف موقع الارتباط وارتبطت الميوزين مع خيوط الأكتين. تمام، هلا حنتعرف عليها بال تمام. هذا هو سبب الارتباط. تحتوي الميوزين على فعالية ATPase، وبذلك تشطر جزيئ الـ ATP إلى ADP و EI، مما يؤدي إلى ارتباط رؤوس الميوزين مع خيوط الأكتين عبر مواضع الارتباط Binding Sites بزاوية 90 درجة. وبسبب الطاقة الناتجة تتحرك الخيوط زاوية 45 درجة. ثم تحصل الجسور المستعرضة على جزيئات ATP جديدة، وبذلك تنفصل عن خيوط الأكتين لتبدأ دورة جديدة. في حالة الراحة تكون مواضع الارتباط. نستنتج أن حركة الذيل مع رأس الكرة المضاعف يحتاج إلى طاقة. على خيوط الأكتين مغطى بواسطة بروتين التروفوميوزين. هلا هون عنا خيط الأكتين. إن خيوط الأكتين هو بروتين، تتكون من بروتين ليفيا ومعه التروبونين والتروبوميوزين. هلا بنلاحظ هون إنه هذا هو اللي بالأزرق هو التروبونين، والتروبوميوزين هو هذا الخيط الذي يغطي مواقع الارتباط اللي هي بالأصفر. تمام؟ رح نيجي هلا عنا شوارد الكالسيوم. كما يحوي بروتين الأكتين على بروتين التروبونين الذي يغطي موقع الارتباط شوارد الكالسيوم. إن ارتباط شوارد الكالسيوم بالتروبونين يؤدي لحدوث تغيرات شكلية فيه تسبب شد جزيء التروبونيوزين، فتنكشف مواقع الارتباط ويحدث ارتباط. ماذا يحدث عن ارتباط الكالسيوم بالتروبونين؟ سارة، الكشف عن مواقع الاتصال. ارتباط الأكتين مع الميوزين منزل بينهما. نلاحظ هون مواقع الارتباط وشلون كانت الجسور المستعدة عم ترتبط وعم تسحب الأكتين. في حالة الراحة تكون شوارد الكالسيوم مختزنة في الشبكة الهيولية الباطنة للعضلة، بين ورود كامل فعل عبر العصب المعصب. وهلا بدنا نعرف شلون شوارد الكالسيوم ارتبطت، أو من أين أتت شوارد الكالسيوم لكي ترتبط بالتروبونين؟ تصل للليف العضلي وتؤدي لتحرير الناقل العصبي الأستريكويني وارتباطه بمستقبلاته على غشاء الليف العضلي، مما يؤدي لتحرير شوارد الكالسيوم من مخازنها في الشبكة الهيولية الباطنة وارتباطها مع التروبونين وكشف مواقع الارتباط وحدوث الانزلاق العضلي. تتكرر تلك الحركات مع عدد كبير من الألياف العضلية، مما يؤدي لحدوث انقباض عضلي يسمح لنا القيام بالأنشطة المختلفة. تمام. هلا شفنا هذا الفيديو وعرفنا المراحل اللي شلون بصير التقلص العضلي. هلا حنحط او حنرتب مراحل التقلص العضلي. بداية حيكون في عندي تنبيه عصبي الى الليف العضلي. هذا التنبيه حيكون او حينتقل عبر العصب الحركي.
بعد ما يوصل هذا التنبيه حتحلل عندي كمية من شوارد الكالسيوم من عين الشبكة السيتوبلازمية الداخلية. حتتبط شوارد الكالسيوم بالتروبونين البروتين التروبونين الموجود على الأكتين، ثم ستنكشف مواقع الارتباط الموجودة على خيوط الأكتين، مما يؤدي إلى ارتباط رؤوس الميوزين بمواقع الارتباط فتسحب خيوط الأكتين فيحدث التقلص. فهذه العملية تحتاج إلى صرف طاقة من الـ ATP عندما يتوفر الغذاء والأكسجين الكافي. والآن سنتعرف على آلية الاسترخاء العضلي. بداية ستتوقف التنبيه، ثم ستعود شوارد الكالسيوم إلى الشبكة السيتوبلازمية الداخلية، مما يؤدي إلى انفصال الميوزين عن الأكتين فيحدث استرخاء العضلي. والآن سنتعرف على الأمراض التي قد تصيب الجهاز العضلي مع زميلتنا أنسان. أما الآن وبنهاية درسنا اليوم سنتحدث عن الأمراض التي قد تصيب الجهاز العضلي. هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الجهاز العضلي، ولكن نحن اليوم سنتحدث عن أبرز هذه الأمراض. نلاحظ الصور، هذا جسم شخص سليم وهذه عضلات لشخص مصاب. فما هو هذا المرض الذي جعل هذه العضلات تبدو بهذا الشكل؟ المرض الذي جعل هذه العضلات تبدو بهذا الشكل هو الضمور العضلي. ما هو الضمور العضلي؟ الضمور العضلي هو مرض وراثي يصيب الأنسجة العضلية لدى الذكور، فتضعف العضلات التي تتحكم بالحركة ويقل نموها. لماذا فقط يصيب الذكور؟ حد عنده إجابة؟ لأن المورثة المسببة لهذا المرض محمولة على الصبغي Y الموجود عند الذكور وغير موجود عند الإناث. أحسنت، إجابة رائعة. الضمور العضلي هو مرض يصيب شخص أو فرد واحد من بين 4000 رجل، ويؤدي إلى موت المصابين غالبا بعمر ما قبل 20 عام. سؤال، ليش بموت المصابين في قبل سن 20؟ تمام، لأن الضمور العضلي مثل ما حكينا إنه هو بيؤدي إلى هو بيصيب الأنسجة العضلية، من هذول الأنسجة العضلات عن عضلات القلب، فهو بيأثر على عضلة القلب وبيأثر أيضا على عضلات جهاز التنفس، ومنه يؤدي إلى الموت بعمر ما قبل 20 باختلاف يعني. عام. تمام. أما هلا فلح نحكي عن التمزق العضلي. كثير نحن بيصير أحيان في بعض الأحيان بيصير عن التمزق العضلي، وكثير نحن بنعرف إنه نسمع بالتمزق العضلي، ولكن نحن ما بنعرف شو هو السبب الحقيقي وراء هذا التمزق. التمزق العضلي هو تعرض بعض الألياف العضلية إلى تمزق نتيجة تعرضها لقوة ضغط أكبر من قدرتها، كما نرى في الصورة. هذا الليف العضلي هون تمزق الليف العضلي. طيب، عندما نتعرض عضلة الفخذ إلى ضربة عنيفة فتؤدي إلى آلام شديدة، وأيضا تترك معها بعض الآثار الجسدية على المنطقة المصابة كما نرى في الصورة الثانية. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. نتمنى أن نكون قد استطعنا إيصال الفكرة لكم، والكل الشكر لزميلاتي والمعلم والمدرسة الفاضلة فدوى البلح.